هلا والله متابعينا، انا متاكد راح تقولون شو مطلعك بهذا المطر؟ طلعتني حاله انسانيه بهذا المطر تستحق الحاله اللي قصدناها نجيها بهذا المطر. احنا وصلناها ابو احمد وام احمد. ابو احمد ما يقدر يتكلم، مريض مرض الله يبعدكم منه والله يشافي كل مريض بهذا المرض، فما اقدر اطيل عليكم بالكلام ولا اقدر اطيل عليه هو بالكلام لانه خلاص ما يقدر يحكي. ام احمد شنو كلمتش للناس؟ والله كلمتي للناس اناشد الناس الخيرين انه يساعدون زوجي، لان ما عندي اي معيل بس الله في سبيل انقاذ هذول الاطفال، حتى بس يسوي العمليه يرتاح هو. هو عمليته وين؟ بالهند؟ اي بالهند العمليه، هنا ما اعطوني امل بالنجاح، قال لازم تسافرين. هو عنده هنا داخل اللسان. داخل اللسان؟ اي داخل اللسان منتشر ومقصين شويه من اللسان. تمام، صح تمام. يسوين عمليه اخذوا عينه و... الله يشافي ان شاء الله ينتهي الصحه والعافيه. يعني باختصار باختصار قبل التصوير ام احمد حكت لي، قالت اني ما اريد افقد ابو احمد ولا اريد اعيش ذول الاطفال ايتام. فهسه احنا اللي نقدر عليه كمتابعين يوميات رائد الحلاق نقدر نقدم لكم هذا الظرف، والباقي على رب العالمين وعلى الناس الخير. ان شاء الله ما تقصروا وياكم. يلا مع السلامه وان شاء الله مشافه عمي.